الساعة 5 صح ولا؟ ليك عمل؟ مرحبا عمو. اهلا وسهلا عمو، تفضلي. عاملين عرض اليوم؟ همبرجر بواحد درهم؟ ليه لك يا عمو؟ اليوم عاملين عرض؟ الهمبرجر بواحد درهم. هذا عم يضحك علي؟ والله منيح يا عمو، انا معي بس درهم. عمو اعطيني وحده، بيصير معك؟ ايه لكن بيصير يا عمو، من عيوني ضيقه بس. سوي لي وحده همبرجر بسرعه. تفضل يا حبيبي، هاي وجبتك. شو هاد؟ لحظة شوي يا أخي، خليني أخلص موضوع الزبونات وبحكي معك. لحظة بس. يعطيك العافية يا عمو. شكرا يا حبيبي، صحتين وهنا. على قلبك يا عمو. يلا الله معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هاد أخي؟ حاول درهم عم تبيعني اياه بخمسه. شو شايفني بضحكتك عم تستغلني؟ اخي طول بالك، الموضوع مو مثل ما بتعرف. شو لك انت؟ انت عم تضحك علي، رفعت علي السعر. طول بالك يا اخي، دام الزبونات تعال اخي. هاي البنت وضعها كثير تعبان، ما بتقدر تشتريها منك، فانا عم نزل من سعره مشان خليها تاكل. وانت ليك عم تعمل؟ اعطيها ببلاش. اخي انا حاولت انه اعطيها اياها مجانا واعطيها مبلغ مادي، هاي البنت نفسها عزيزه ما عم تتاكل. وكانت تعدي كل يوم قدام المحل، حتى شفتها أنا مبارح هي وأختها. ما بقدر أشتري لك لأني ما معي مصاري. بدك تاني مجاني؟ ما معي مصاري. امشي امشي. سيب لي همبرجر محمد. تفضلي عمو، تفضلي. لا عمو أنا بنزل أقام حدا. شكرا كثير عمو. هدية. وهون قررت اني انزل من سعر الاكل كرمال هاي البنت بس. واه الله فهمت. الله يجزاك الخير ويجعل بميزان حسناتك. تسلم يا اخي، تسلم. يلا بستاذن يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرزق هذا الزلمه، كثير قلبه طيب. الذين يدخلون الجنة أكبر أسباب دخولهم للجنة قضاء حوائج الناس. قال تعالى: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا صلاة حبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تشاركوا المقطع في كل مكان، فضلا وليس أمرا. تحياتي لكم.